المجلس احنا محاضرين 2020 محافظة بغداد، عندنا كل الكتب الرسمية جبناها من 2021 2022 الدولة والحكومة وكل الحكومات اللي مرت تأمننا على 22 على الأمن الغذائي، شملنا بكتاب رسمي وصوت عليه مجلس النواب، ومن ضمن الفقرة محاضرين 2020 بغداد. نتفاجأ بآخر أيام آخر لحظات إنه بالرفض القاطع من وزارة المالية. يا أخي اسمع، موافقة محافظة بغداد، موافقة الأمانة العامة، موافقة رئيس الوزراء هسه الحالي، ونتفاجأ بسيد طيف جزاه الله خير بعدم نزل الشارع، هو مخصصات ماكو. احنا هسه ضالين بين حانة ومانة، بين التربية وبين المالية. التربية جاي طالبنا بحصص بدوام رسمي، والمالية ما تعطينا فلوس. يعني اليا متى؟ احنا صار لنا 3 سنوات مجانا، والقرار اللي نزل هسه على 23 يمنع الدراسة مجانيا. احنا نريد نعرف مصيرنا شنو، مصير هاي ال18 محاضر شنو، 18000 محاضر شنو مصيره، مجاني ما يداوم؟ اذا ما تريدونا تعالوا لنا بكتاب رسمي. البارحه انا اتصل بيا المدير يطالبني بدوام، هسه حاليا يطالبني بدوام، كل الاخوه الموجودين قسم منهم جاي يداومون. الحل شنو يا رئاسة الوزراء؟ الحل شنو اذا انت ابو هاي الناس تتبنى قضيتهم؟ اما اذا انت حالك حال البقيه صورني عطواني، احنا نقبل بهذا الشيء. انت قبل فتره قعدنا وياك وقلت انا ابوكم، انا متبنى قضيتكم. قضيتنا ليش؟ ليش هاي النساء قاعده بالشارع؟ من يرضى بيها؟ ناس تربويين خلتونا ننزل حتى تربويتنا، نتجاوز علي يتجاوزون علينا، انضربنا انهن. هي هاي يعني هذا كاد المعلم ان يكون رسولا؟ هيك يتعامل الرسول؟ حسبي الله ونعم الوكيل. انا ما عندي اي شيء اضيفه، لان احنا كل الكتب الرسميه احنا وقفتنا بهذا الشارع قانونيه. احنا جايين على شيء قانوني، ما جايين على باب منثوره. احنا عندنا موافقه امانه عامه مجلس الوزراء، مصادقه محافظه بغداد، كلف ماليه، وزاره التربيه تناشد الوزاره الماليه تقول لهم احنا لا مانع لدينا بالتعاقد مع محاضرين 2020. شنو المانع يعني؟ شنو المانع؟ من 2020 وهاي سنه 23 بعد يوم الاحد 23، شنو المانع؟ اريد نعرف مصيرنا شنو. احنا ناس تربويين خدمنا العملية التربوية لمدة 3 سنوات، صار لنا نصرف من جيوبنا ونروح كراوي وعايفين شغلنا ونطلع مظاهرات. كل المحافظات استلمت تخصيصاتها المالية اللي هم ويانا بنفس المحضر، وبالتحديد اللي هم كربلاء والبصرة استلموا مستحقاتهم المالية من 21 و22. بقينا احنا الفئة الوحيدة المهمشة اللي هم محاضرين بغداد 2020، عددنا 18000 محاضر همشونا الدولة. احنا راح نظل نطلع مظاهرات وراح نصعد شوية شوية الى ان نوصل للمالية، وبعدها لكل حادث حديث نفعل صبرنا. وناشد السيد رئيس الوزراء ان ينصف هذول الشباب، ذولا اللي ناس اللي قاموا بتدريس الطلبه مجانا لمده 3 سنوات وهم يعني خادمين العمليه التربويه. خلي يسال وزير التربيه، يسال المدراء العامين النقص اللي موجود بالمديريات خاصه بغداد. احنا نقول ليش بغداد انظلمت؟ هاي المحافظات يعني قبل 2 3 4 أشهر تعطي عقد وثبته، وهذا 3 سنين يدرس مجانا. انا اقول السيد رئيس الوزراء، انت تقول انا امثل دوله القانون، قانون الدوله، بدلا ما هالمظاهرات وسد الشوارع وتخلي انه الناس تطلع عن التربويه وعن كذا، انصف هؤلاء الشباب، اعطيهم حقهم. انا ترى مو محاضر، بس انا اللي يعني اللي خلتني غيرتي انه اشوف ذول الشباب
مستقبلهم ضايع. ليش انت 289؟ اني ملتقي بيك شخصيا قلت ذولا قضيتي، احنا اهل بغداد، احنا اللي رفعناك بالبرلمان، احنا اللي صوتنا لك، وانت كل زين تعرفني، ليش يعني انت تظلم هذول الشباب؟ وناشد السيد رئيس الوزراء، وزير التربيه بالذات، وزير التربيه انت جيت وقلت انا انسان تربوي واريد اعطي حقوق للتربويين، وين هالحقوق مالتنا؟ سيد فلاح القيسي، انت يعني نقول عندك علم بالقضيه منذ التاسيس، منذ 21، وانا اللي قابلت بال 20 السيد حميد الغزي وحصلنا كتاب وموجودين اللجنه التنسيقيه. فالرجاء الرجاء تعطون حقوق ذول شو اسمه التربويين، ولا لا يعني لا تحمد عقباه، غلق الشوارع هاي اساءه للدوله. وين دولة القانون؟ وين نفذ القانون؟ محمد الشياع السوداني ابن العمارة، انت ظالم بغداد، بغداد تعاني بسبب انه اللي يحكمون رئاسة الوزراء اغلبهم مو من بغداد، يشتغلون المحافظاتهم وبغداد عايفينها تعاني. احنا نقول الناشد محمد الشياع السوداني خلي يوقف ويساندنا، خلي يعوف كاس الخليج، ما يفيده، ما يفيدون الخليج، احنا نفيده، احنا نمشي. تعال احنا فقره جيم 2019 بعد استمارتنا 14/2019 جماعتي تثبتت. ليش اني بعدني؟ اني خريجه من 2011، ليش بعدني؟ زوجي مهندس يشتغل سايق تك تك، ليش يبيع شاي؟ ليش؟ باي ذنب؟ احنا تعبانين، عندنا اربع جهال قاعدين ايجار، ليش اني مو حقي؟ مو حقي اصعد له، مو حقي، مو حقي اني درست وتعبت اتعين، مو ابسط حقوقي اني خريجه اتعين. اني من 2019 المحافظ سمانا فقره جيم، قابلناه يا استاذ انطينا اوامر من تشرين، اذا تذكرون ثوره تشرين حتى طلابي صوبوا، طلابي هسه سادس اعدادي كنت امشي متوسطه ثالث زين، هسه هذا قال انتم فقره جيم انتم تداومون وما عندكم لا امر ولا عندكم مخصصات زين ولا عندكم راتب. هسه تيجي واحد، يجي واحد متعافي يقول انتم ما مداومين، يقول انتم كنتوا كورونا وما مداومين. ليش كورونا ما داومنا؟ مو داومنا يوم ست دروس نوقف على رجلينا؟ مو داومنا يومين بالاسبوع وبعدين اربع ايام بالاسبوع؟ من درس اولادكم اذا احنا بكورونا ما مداومين؟ فهموني، بس نريد واحد يجاوبنا. يعني محمد الشياع السوداني ليش ساكت؟ مو قال رجعوا لمدارسكم؟ ليش خلوا بينا؟ خلي يوقفونا. طيب سامي ايش تنتظر؟ ايش تنتظر يعني نروح نجدي بالشوارع؟ جاي نشتغل كل الشغل. وزير التربية، وزير التربية،
وزير التربية بلا طلعت من ايده، طلعت من ايده، بس ياسة طيف سامي يعني ايش منتظره؟ خلي تشوف حالنا يعني جماعة ياسة يثبتون. ليش؟ ما اريد تثبيت، اريد عقد حالي حال 2020، بس عقد حالي حال اخوتي. حرام عليهم، امر ما انطوني امر اني. أنا ما انطوني امر بال 19، شوف التاريخ اخوي، 4/11/2019 وقعنا المدير، مدير التربية. اروح المدير التربية يدزني للمحافظة. اروح للمحافظة يقول لي لا الامر صار يم التربية. ليش شنو احنا لعبة؟ يا اخي لعبة احنا؟ هم احنا بشر، إن حقوق، هذا بلدنا، انطونا حقنا منا فطنا. عمي منا فطنا، ما اريد منكم شيء. والله منا فطنا. ما جايين من جيبكم يعني اولادكم بالخارج يتهنون واني لا؟ ليش؟ اولادي ما عندي قوت باحة، ما عندي اترس قنينات غاز، ليش؟ ليش؟ شنو السبب؟ عليكم الله اكبر. معلم تربوي جامعي ينضرب، انت هسينا بالقنادر هنا والهواس حشي. الوزير التربيه يقول مش شاربي، مش شاربي. انا اعلمكم محمد الشاع السوداني، الحكومه الابويه، الحكومه الدينيه، يعرف الله على اساس ابن الشعب. وين كنا ولد الشعب؟ وينه؟ اعطاني امر على اساس انه يسوي لنا عقد بعدين نتثبت. هسه الحدران كلهم سرحوني، لويش؟ ايش عندهم عداوه يا ابناء بغداد؟ كلاس ستين مجاني، كلاس ستين مجاني. شوفوا كل واحد، كل واحد اتحدى واحد. هسه شايل 10 لو 20 بجيبه، كنا 1000 لو 2000، ناخذ الكرو من مالتنا ونطلع. حسبي الله ونعم الوكيل. داسين هناك اسمع الضابط يقول لي اضربهم عادي. لا ما لا ما ابناء الشغب ذولا، الولد مو ضباط، الولد يقولوا له لا ما نقدر غيرتني. وبعدين داسونه يقول له فوت فوت السيارات، وبارت السيارات علينا. لو ما الولد، لو ما الولد والله العظيم شان كنا انتاسينه. حسبي الله ونعم الوكيل. ابناء البصره استلموا، ابناء كربلاء استلموا، ليش ابناء بغداد لا؟ طيف طيف تقبلين؟ طيف انت انسانه، شلون ليش تقبلين على انت بنيه؟ شنت هبيج اربيج مو هسيتي خير من الله تنسينه؟ شنت بالباقي المركزي وبعدها صرتي وزيره الماليه، نسيتي كل شيء؟ حسبي الله ونعم الوكيل. احنا ما نرجع، والله ما نرجع، لو نموت نموت 10، نموت 100، أنا قافل القضية، نموت 10، نموت 100، أنا قافل القضية، نموت 10، نموت 100، أنا قافل. بس اسمع مني، الموت 10، الموت 100، القافل على القضية، الموت 10، الموت 100، القافل على القضية، الموت 10، الموت 100، القافل على القضية، الموت 10.
عليكم ورحمة الله وبركاته. محافظين ويداغي بغداد 2020 يقمعون منذ يومين بالأساليب الوحشية بأمر من القيادة العليا، بأمر من محمد الشياع السوداني، بأمر من وزير الداخلية. المحافظة الوحيدة 18,000 الوحيدين كلها ظلينا بدون حقوق، 289,000 محافظ ب 18 محافظة اثبت واخذوا حقوقهم بالعافية عليهم، إلا محافظ ويداغي بغداد 2020 ل 18,000 ظلينا بدون حقوق، ظلينا تسويف ومماطلة. السيدة طيف سامي تتنصل عن واجباتها، الفلوس موجودة بالمالية وكل شيء موجود. البارحة تقول ما عندكم شيء يمي، أنتم تحضلون يوم يومين تلعبون بالشارع وتبزعون وتشعون بيتكم، انا تضحك عليكم. احنا سوينا مثل ما تريد، هي جبنا لها الجداول، جبنا لها الكلف، طلبت اعاده وطلبت تعديل، رجعنا مره ثانيه اعاده وتعديل ورجعنا صادق للمحافظ، جبنا لها الباحث. ولا انت تضحك عليكم، اريد اكسب وقت. مظاهراتنا السلميه واجهناها بالقمع، مظاهراتنا السلميه تواجهت بالقمع. هاي ايدينا تكسرت، النسوان انضربت بالشارع، قسما بالله العظيم نسواننا انضربت بالشارع بأمر ما أعرف الأمر مين، محمد الشياع السوداني من وزير الداخلية، بأمر طيف سامي، ما أعرف إحنا ليش، إحنا مين؟ ترى إحنا أهل بغداد، إحنا ولد العاصمة، هيجي إحنا اللي شايلين المدارس، إحنا اللي شايلين التربية، المدارس واقفة علينا، المدارس مستندة علينا، ليش هيجي ليش هاي المجازات؟ هذا جزاء الإحسان، من 3 سنين إحنا بدون حقوق من دون العراق كله، ليش؟ شنو السبب؟ نتمنى من الست طيف سامي تجاوبنا على هذا السؤال. شبعنا ضرب، نسوان انضربت، بنات انضربت، نسوان كبار يضربون بالعصا. ابو الشغب ليش؟ شو مسوي لك احنا؟ احنا ناس تربويين، شو مسوين؟ واقفين هنا صار لنا 3 سنين هنا، ليش؟ ليش طيف سامي البارع قال لنا شو ما عندنا يمكم؟ ليش؟ شو مسوين احنا؟ هاي شوف هاي الشباب صورهم، هاك شوف نسوان وبنات ونسوان بالعمر كبار صورهم خلي يشوفون شو مسوين. يجيب الشغب يضربنا ليش؟ شنو ذنبنا احنا؟ ذنبنا درسنا؟ ها الطالب وين يجي؟ احنا لازمين المدارس، كافي على المماطله هاي. البارحه تطلع لي تقول لي والله كل شيء ما عندك يمي، ليش شنو ذنبنا احنا؟ الله اكبر عليكم، الله اكبر. وانا عمد الشياع السوداني مو قال انتم حقوقكم يمي؟ ليش هاي اصواتنا ضحت؟ ليش؟ شنو ذنبنا؟ اللي ممكن أن ينضرب قضيتنا محاضرين 2020 تحديداً 18,000 محاضر في بغداد. ما أعرف إلما نتوجه المحافظ بغداد لو للسيدة الست طيف سامي، إلما نتوجه، فإحنا نتوجه بقرارنا هذا إلى السيد رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني حصراً. نحن فئة مهمشة، نحن فئة مهمشة، زين كلنا خريجين بكالوريوس وماسترية طلاب، يعني إحنا كنا على مستوى خريج. الخريج هذا وضعه، هذا الوضع المزري. لا تلومون اللي توجه إلى طريقة الانحراف، لا تلومون الشعب لأنه ما خليته طريق بي، يعني أنه نتعامل وياكم. حقيقة إحنا الفئة المهمشة، إحنا ليش هيك؟ يعني هذا وضع خريج، إحنا حقوقنا هو مجرد تعيين، حتى مو تثبيت عقد، إحنا نريد نثبت عن ملاك. خريجين صار لنا 9 سنوات و10 سنوات ومحاضرين 4 سنوات و3 سنوات، أنا شخصياً 6 محاضرين وياي بالمدرسة، إذا تركنا المدرسة منو راح يديرها مثلاً؟ وين كوادركم؟ وينها؟ ليش العملية التربوية التعليمية ليش وصلت لهالمرحلة المتردية؟ شنو السبب؟ المن نوجه هذا؟
زين ليش كل المحافظات انطيتوا بها قرار تثبيت الا بغداد؟ شنو معناها مثلا؟ الى كل من يهمه الامر اذا احنا مهمين عندكم. هذا وضع الخريج، هذا خريج، هذا وضع خريج، ليش؟ شنو فائدة الدراسة؟ العملية التربوية التعليمية في تردي، في تردي وتراجع. دخلوا للمدارس وشوفوها. زين الوضع العراقي شنو مثلا؟ الخريج يريد يطور نفسه، اللي عنده عائلة، اللي عنده مريض، اللي قاعد إيجار. زين؟ يعني مين مثلا؟ يعني شنو الوضع اللي ممكن أن تقدمونه أنتم؟ فرسالتنا لكم وبالنيابة عني وعن كل زملائي وإخواني وخواتي إلى سيد رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني أنه ينظر بقضيتنا وبالعاجل العاجل القريب العاجل. الشياع السوداني وين الكلمة مالتك يا محمد الشياع السوداني؟ محاضري وإداري بغداد 2020 18000 ضمن مديريات بغداد الست، الفئة الوحيدة اللي لم يتم شمولها ضمن قرارات مجلس الوزراء بالتعاقد وكذلك صرف الرواتب حسب قرار 315 والتثبيت. تم شمول جميع محافظات العراق باستثناء بغداد فقط، محاضرين 2020 في جميع محافظات العراق في كل الأقضية والنواحي، في المحافظات الغربية والمحافظات الجنوبية تم إعطائهم حقوقهم بشكل كامل رغم أنه هم أقراننا وإحنا قدمنا قبلهم، هم قدموا بعدنا. كل الفئات في جميع محافظات العراق لفئه المحاضرين تم الصرف لهم بشكل كامل، تبقت فقط بغداد الى هذا اليوم. احنا تفاجئنا من قرارات مجلس الوزراء وكذلك قرارات وزاره الماليه ووزاره التربيه بعدم اعطائنا حقوقنا من دون كل المحافظات وبحجج واهيه انه الاموال انتهت، ليش من يم بغداد الاموال انتهت؟ ليش تم الصرف لباقي المحافظات؟ حاليا احنا مستمرين بتظاهراتنا، مستمرين باعتصامنا لحين استحصال حقوق بغداد، شريحه بغداد تستحق، ابناء بغداد يستحقون. النقص الحاصل في مدارس بغداد نقص جدا كبير، يحتاج من عندنا وقفه، يحتاج من الحكومه العراقيه ان تجد حلول مناسبه وسريعه وفوريه. احنا مقبلين على امتحانات نصف السنه، مقبلين على توزيع درجات الاشهر، مقبلين على تكمله مسير العمليه التربويه، الى الان العمليه التربويه في بغداد متدهوره بشكل كامل، وهذا الشيء يتحمله رئيس الوزراء بشكل شخصي وتتحمل عملها وزارة التربية ووزارة المالية بالإنصاف. أما هم الآن أمام خيارين، أما تدمير العملية التربوية وإن كان هذا الموضوع مقصود من قبلهم، يعني أنت اليوم من تجي تنهي الملاكات في بغداد بدون تعطى حقوقهم، أنت قابل بالإضراب، قابل بعدم الدوام، قابل بترك الطلاب بدون كوادر، هذا الشيء تتحمله أكيد أنت، وأكيد هذا الشيء إحنا نشوفه من باب أنه هذا مقصود لتدمير العملية التربوية في بغداد، وهذا الكلام مرفوض وعلى رئيس الوزراء التدخل والرد المناسب وإنهاء المهزلة الحاصلة بالعملية التربوية ببغداد ومديريات بغداد الستة تخصيصا. وزير التربية حاليا دوره متفرج ومشاهد إلى ما يحدث بأبناء بغداد. احنا صار عندنا اتفاق مع وزير التربيه، قال بيني ما بينكم الكلمه وتاخذون اوامركم العقديه وفلوسكم من شاربي. هسه احنا بقينا امام مطلبين، اما ناخذ فلوسنا او ناخذ شارب سيد رئيس وزير التربيه. هو اعطانا كلمه من شاربه، فهسه احنا لو نريد شارب وزير التربيه لو نريد فلوسنا. وهذا رساله اوجهها اليه، انت بالعرب وانت جبوري، وهذا الشيء احنا بالعراق يعني حتى قبيلتك ولا كل شخص تحكم العشارة وتحكم التقاليد العشارية وتحكم العملية التربية وانت وزير التربية، هذا الكلام مرفوض رفضا قاطعا. انت تعطي كلمة وتخرب بيها محسوب عليكم وارجعها عليك. اعدادكم وش كم؟ اعدادنا 18000 محاضر في جميع مديريات بغداد الستة، ما يقارب اكثر من 3500 مدرسة في بغداد. احنا حاليا سادين النقص بها، اكثر من ملايين الطلبة الان تحت قيادة المعلمين ضمن شريحة محاضري 2020، واحنا نستحق حقوقنا لان هذا حقوقنا، صار لها 3 سنوات
متعلقه. احنا ما جايين نستجدي من عندهم، احنا جايين نطالب بحقنا فقط، ما طالبين من عندهم يضيفون لنا قرار او يضيفون لنا فت فقره او يطلبون لنا اي شيء. الفقره موجوده والقرار موجود، احنا نستحق الصرف ونستحق رواتبنا منذ 3 سنوات والى الان. حتى اخوان القوات الامنيه توقف، ترى هم منين جايين؟ انت من نفس احنا محاضرين 2020 اللي تهمشنا من دون المحافظات كلها، أسوة بأقران محافظة النجف والبصرة وكربلاء، كل احنا بكتاب واحد. بس اللي صار شنو؟ اللي صار صار السالفة غبن مو أكثر. إنه احنا عندنا أمر إداري وصارنا 3 سنوات بالمجان، لا نصفونا لا المحافظ نصفنا ولا طيب سامي نصفتنا ولا باقي الكتل السياسية نصفتنا. احنا الكتلة الوحيدة اللي تهمشت من دون، يعني شو اقول لك، من دون العراق كله. فمن هذا المكان نطالب السيد طيب سامي، نطالب الاحزاب، نطالب السيد مقتدى بالتدخل الفوري لحل ازمه 18,000 محاضر. يعني يعجز الوصف على الكلام، ناس تعبت، ناس عندها عوائل، ناس صاحبين قضيه. اللي نترجاه من كل اللي يشوف هذا الفيديو يكون صاحب غيره، صاحب شهامه، تحركه غيرته، ما اريد الوطنيه مالته بالاعلام. الشيخ محمد السوداني رساله لك هاي. انت بالبدايه حكيت وقلت، قلت أنا ناصر المظلوم وبالذات محاضرين 2020، لكن للأسف كل شيء ما شفنا من عندك لحد الآن كلام وعود كاذبة. اللي نطلبه من حضرتك أنه تكون ملزم بكلامك ويا هاي الفئة المظلومة، اللي هو كتابنا احنا مجرد تخصيص مالي بالوزارة موجود، بس ما أعرف شنو التلاعب اللي صار بالوقت. هذا اللي نترجاه من شاربك، احتضرنا ولدك، احتضرنا أخوتك، احتضرنا مالنا حد. إذا ما تردون أعطونا جراسينا وخلنا نطلع، خل نطلع نفرغ العراق لكم بعد انتم عيشوا بيه. احنا صار لنا هاي السنه الرابعه بالمجان، نهائيا ما لنا اي حقوق، لا محترمين من قبل الشغب، لا محترمين من قبل الابهات. اساسا يعني بعائلتك ما عندك احترام، صار تدخل وتطلع اي كلام ما الك، اي شخصيه ما صارت لك. شنو سببها 16 سنه دراسه؟ هاي تاليتها انضرب بالشارع، انهان بالشارع من قبل اللي يسوى وما يسوى، ما اريد نتلفظ غير الفاظ. فرجاء رجاء تدخل السريع نحتاجه من كل شريف، من كل صاحب غيره. نطالب السيد مقتدى الصدر بالتدخل الفوري، يعتبرنا ابنائه، يعتبرنا الفئه المظلومه، وهو ما يقبل بالظلم. خلال قناتكم الموقرة الناشط رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني يحل قضية محاضرين 2020. احنا مو كنا مداومنا، مو كنا بزمن كورونا. انا بالنسبة لي من 17، صديقتي من 16، احنا انخذلنا، مدراء المدارس خذرونا، التربية الروح تلعب الكرة منا لهنا يشمروها علينا. يعني احنا شو نريد نصير؟ انا من الناس مسجلة ابني بالاول ابتدائي مداومة ويا محاضرة، وابني هاي السنة سادس ابتدائي تخرج من الابتدائية، واني لا محققة لا حلمي ولا حلمة، لا هو شايفني معلمة مثل الأوادم مستلمة راتب، ولا أنا محققة حلمي من الطفولة، خريجة 2010 معهد معلمات. يعني أنا من يعيني؟ أنا مو بكالوريوس، أنا معهد، أنا أصلاً دارسة على التربية معهد المعلمات. يعني بس إلي حق أداوم بالابتدائية، ما لي حق لا أداوم بدائرة حكومية، لا أداوم بمدارس، لا إعدادية. زين إحنا معهد المعلمات من 2010 متخرجين والمعهد صار ملغات، يعني وين نتوجهنا؟ يعني صار 13 سنه خريجه اني لعد ليش درست؟ ابني بطولي ولهسه ما عندي اني راتب، وكل مره ماما يقول هم راح ترجعين ويانا محاضره بلا راتب؟ زين هاي الكلمه ما تحز احنا بنفسنا؟ الناشد من خلالكم شكو جهه اللي مشموله من وزاره الماليه، الست طيب سامي خلي تحس بينا، احنا نساء مو حتى لو متزوجين، حتى لو يعني الى متى الزوج يصرف والاهل يصرفون الى متى؟ احنا هم نريد نشوف نفسنا. الناشد رئيس الوزراء الجديد والناشد من خلال قناتكم الاستاذ احمد الاسدي نريد وقفته ويانا هاي بهذا الموضوع، ونرجع على كيفكم ويانا الشغب. هلا هلا ترى احنا مسالمين، احنا تربويين ما عندنا، احنا جايين بس بجنطنا ويا دوب بيها الكروه، كل شيء ما عندنا، لا نضرب احد ولا نريد، خلوها سلميه، احنا لان مظاهراتنا سلميه. Let's
نطالب رئيس الوزراء، نطالب وزيرة المالية طيب سامي، نطالب محافظ بغداد بالتعجيل بقضيتنا. احنا قضيتنا مظلومين، احنا عددنا 18633 عائلة، ما نقول نفر، نقول عائلة، يعني 18633 ألف عائلة مظلومة. ليش هالحالة هاي؟ ما جاي نعرف يعني شنو السبب؟ واحد يذبنا المحافظ أخرنا من شهر السادس لحد شهر 12، اجينا هنا للماليه تقول انتم ما لكم تخصيص، البارحه تصرح وزيره الماليه تقول ما لكم تخصيص، شو تريدون تسوون؟ اقطعوا الشارع؟ تضربوا ويا الشغب؟ شو تريدون تسووا؟ اشغال بالمدارس؟ المدارس محتاجتنا، انا بالنسبه لي احكي لكم عن مدرستي، احنا 12 محاضر وانا معتمدين، انا اختصاص كيمياء، قاعد اخذ 5 شعب بالشعب، الشعب الثاني متوسط قاعد اخذهم. كادر ماكو، مدرسة فقط وحدة على الملاك الدائم قاعد تاخذ. النتيجة شنو؟ يعني هذا انا اعتقد 100% الشغلة مقصودة. الشغلة مقصودة على التربية، مثل الطاقة بالعراق مقصودة. ميناء مبارك مقصود، طريق الحرير مقصود، فالتربية هم مقصودة، حالها حال. يعني نطالب رئيس الوزراء، احنا كنا كل امل بيك. من اجيت فرحنا وكيفنا وقلنا الامل بيك وانت انسان عراقي وغيور. وقلنا من وبينا واملنا كله بيك، قلنا راح ما راح تعطينا عقود، تسوي عقودنا، قلنا راح نتثبت قبل. بس يعني ما اعتقد وين، ليش هيك؟ ما اعرف شنو السبب، ما نعرف ليش هيك. يعني هسه احنا بشهر 12 انتهى، هسه حولونا يقول لنا أم الموازنه الماليه، زين اريد اعرف الموازنه الماليه شو وقت راح تنقر؟ وكل هاي الهوسه احنا صار لنا 3 سنوات راح يخلونا عقد. يعني هاي الهوسه كلها صار لنا 3 سنوات ونخدم بالطلاب ونخدم التربيه ووزير التربيه تنصل عن المسؤوليه. زين؟ وكل المسؤولين مدراء التربيه المحافظ تنصل، دبوها براس الماليه، الماليه تقول انا ما عندي تخصيص مالي، الحل شنو؟ على المالي على الموازنه؟ زين الموازنه ايش وقت راح تنقر؟ بس ارد على استنفار كامل بالتدقيق، غرفة كاملة، شعبة كاملة. هذا التدقيق ما يصير، ولا تدخل انت بحاسبة المالية لو ما هذا الحضور المهيب. والله هسه بتكلم، بس القفلة الأخيرة حتى الأحد يفكر بينه وبين داخله يقول لك مصطفى وين بيوصل؟ أكو ناس هسه بداخله يقول لك هذا الكلام وين راح يوصل؟ طالب مجلس وزراء، تمام، طالب مجلس وزراء وطالبون احنا نتدخل وياكم حتى نضيف هاي الشريحة على موازنة 23. تمام، عقد. طالب ابوي من اجي اطالب بحقي، هذا نتيجتها. ست خيارات. هاي نتيجتها. اطالب بحقي. هاي شوفها. من انا اللي جاي. هاي نتيجتها. احنا نطالب بحقنا، صار لنا ثلاث سنوات هاي مجاني، وكلهم الشباب مجاني يروحون مصاريف وفلوس حتى ما بقت عندنا. نروح ندايم هذا. يا معود اعطيني 5000 خلنا نروح المدرسة. يا معود بس اليوم بس اليوم عندي طلاب. هاي نتيجتها. هاي مفشوخين مضروبين، ما عنده شهادة، ما عنده أي شيء يتعين بفلوس. هاي حالنا إحنا محاضرين طيبوين، كل شيء ما عندنا، سلمي كل شيء ما عندي، هاي محفظتي وهاي تليفوني، كل شيء ما عندي. هاي حالي. هذا قلمي، كل شيء ما عندنا. هاي نتيجة نمضروب، هاي إيدي منا مضروب. هاي كانونة ستوني جيت من الكندي. هاي حالنا. هاي طيبوي هيك ينهان، انهان قدام العالم كله. زين اذا احنا طالبوين وننهان، زين اطلابهم احنا ما نطالب، شنو ملينا نطالب؟ احنا هذا حقنا ناخذه، ما عندنا شخطة قلم وافقي، خلص هذا انتهى موضوعنا. بس من تجي تطقني وهو حقي، شو اسوي لك انا؟ زين انت لا انا اقدر احكي وياك، لا اقدر اجيب سلاح واطقك. هاي حالنا. لا محمد السوداني،
لا النواب كلهم ما سووا شيء. اجوا هنا قالوا احنا نعتصم وياكم اول العالم. كشمر وينهم؟ كلهم حراميه. شلع قلع كلهم حراميه. شلع قلع كلهم حراميه. مجموعة من محاضرين 2020 بدأنا العمل بالمجان من شهر الثاني 2020 لغاية الآن نعمل بالمجان 500 كتاب جبنا من المحافظة من المديريات من وزارة التربية طلبوا كل الأمور الرسمية هنا والكتب الرسمية آخر شيء في وزارة المالية جبنا الكتب الرسمية مصادقة المحافظ مصادقة وزارة التربية وصلت هنا الامور كلها جبناها اخر شيء قالت يا ابو جيبوا لنا ذن الكتب صار البارحه اجتماع حضور 15 نائب وصارت بدات الامور وقدمنا لنا الاوراق قالت انتم ما لكم شيء بالنسبه لاقراننا باقي المحافظات كلهم استلموا حقوقهم يعني فئتنا واللي ورانا محاضري 2021 الموصل استلموا حقوقهم كامله بغداد الى الان مهمشه صار لقاء مع رئيس الوزراء محمد شاع السوداني أثناء اللقاء قال أنا أعطيكم كلمة أنتم الفئة الوحيدة المهمشة بيني وبينكم الكلمة هذا الموضوع ينحل ولا الآن ما محلول وين الكلمة؟ اعتدوا علينا ضربونا أي شيء تريدون تقومون الدولة مو بالمعلم تمن الأوطان هاي وصلنا لها النتيجة ينظروا من الإنهان الله أكبر عليكم يعني طيب سامي تقول أنا ما أهتم للتعليم وذا راح التعليم أنش عليه مو دخلي هاي كتبكم نقعوا وشربوا ميها هاي الدولة وصلنا لها الحال الله أكبر عليكم. احنا دارين محاضرين بغداد 2020 صار لنا 3 سنوات نحاضر بالمجان لليوم ما عندنا اي تخصيصات مالية يعني ها احنا صار لنا 3 سنوات يوميا نطلع مظاهرات تسوية في المواطنة جيب كتاب ودي كتاب روح تعال هسه احنا سدينا الطريق راس الشغب جمع البنات هجموا علينا ليش شنو السبب طيب شو كنت بعد تعطينا التخصيصات ماليه زين انت يا رئيس الوزراء مو قلت انا وياكم وينك انت يا وزير التربيه مو قلت من شاربي وين شاربك هو انت عم رجال مو انت قلت بسبب المحافظ صارنا 3 سنين احنا نعاني لين يوم ما عدنا قوة هسه اخر شيء الله صدر لنا الاوامر الاداريه بعد ايش بعد ما انتهت السنه الماليه شو وقت بعد احنا نحصل لا انتهت بعد ايش شو هي ستايف استعمل حد هسه كل شيء ماكو لين يوم كل شيء ما ردنا حقنا شو قد ناخذ حقوقنا 3 سنين درسنا من المجال وسائل ايضاح من عدنا قلم صبوره من عدنا اسئله من عدنا بعد احنا شنو من عدنا فوق كل هذا والظلم مال التسويه سوونا اياه كنا شمرونا اياها باطراف بغداد يعني انا كل شيء اصعد 4 كراوي مين اجيب 4 سيارات كراوي انطيه من جيب انطيه بعدين من اني تعبت درست 18 سنه احنا ندرس 3 سنين داومنا بالمجال نطالب التخصص المالي محاضرين بغداد 2020 انتبه لهاي الفقره محاضرين بغداد 2020 المجانيين يعني هسه يالي حاجيك وقال لك بالخير عليك ثبتوا عمو مو احنا اللي ثبتنا احنا اللي ثبتوا المحافظات 19 وال20 اذا ثبتوا واخذوا عقد وبالخير عليهم يعني من سنه 2020 هم ثبتوا واخذوا عقد وهسه راح ثبتوا على الملاك
فاحنا بغداد لحد الان لا احنا من عقيد ولا احنا ما شاء الله احنا عندنا المحافظ مالتنا بسنه 2020 مشاها على سعه علينا 21 نفس الحاله وهم على سعه علينا هسه سنه 22 هو نفس الحاله واليوم اخر يوم سنه 22 يا تروح لا يذبك واحد يذبك على الثاني ومن تجيهم يصيروا عن بيا براسك فيا سيادة رئيس الوزراء يا محمد شاع السوداني انت تعهدت لنا وقبل كم يوم صار اجتماع وحضروا يمك الولد قلت يا بيمي وتاخذونه من يمي ايش وقت ناخذه من يمك اذا انت حكايه وجه لوجه وانعكست عضتنا صارت فايش وقت اعتبرنا احنا رعايه اجتماعيه الرعايه الاجتماعيه جت تطيم 300 احنا اعطينا هذا ال 300 اقل احنا تستفاد من يمنا احنا المدارس كل واحد بيها 3 و4 و5 زين احنا اذا عبرنا على المدارس غير جاي رب اجيال زين انت الطالب جاي يشوفك هيك حالك هم لانيه بعد يكمل دراسه مو دراستهم الاسوء الاحتمالات وديتوها دمرتوها دمار ودعت الحسين وين تحاكي ما تقول لمن تبتلي على عمرك الطيف سامي وزيرة الماليه البارحه طبوا له يقولوا له والله هاي الاوامر مالتكم كلها ما اعترف بيها ولا تجون ولا توصلون اصلا هاي السوالف كلها ما مقبوله ما اليوم والظاهرات يجيبوا لك دزوا لك الشغب يعني الشغب يعني هم لا حول ولا قوه وهم بيهم موتين يعني يكض المحاضرات يضربون على شنو اكو غيره بهالبلد هذا اكو واحد يفزع لنا اكو واحد يقول الله يساعدكم جميع المحافظات محاضري 2020 شملوا بالتثبيت إلا بغداد إلا بغداد بسبب محافظ بغداد الذي أخرنا لثلاث سنوات متتالية وبعد عناء هذه الثلاث سنوات متتالية تم رفع الكلف المالية إلى وزارة التربية من ثم من وزارة التربية إلى وزارة المالية حاليا طيف سامي لحد الآن هناك تسويف ومماطلة يوم أمس طالبت قبل أيام بالبيانات والكلف المالية طالبت بالكلف المالية أرسلت الكلف المالية من قبل مديريات التربية السيت إلى وزارة التربية إلى محافظة بغداد ثم إلى وزارة التربية وتم رفعها إلى وزارة المالية للتدقيق حاليا نحن معتصمون أمام وزارة المالية وسنقوم بخطوات تصعيدية إذا لم يتم الموافقة طيف سامي يوم أمس قامت بطرد أكثر من 10 نواب طالبوا بحقنا إلى متى هذا التسويف من قبل وزارة المالية هذه المناشدة إلى جميع مسؤولي الحكومة العراقية ونواب بغداد بالتدخل فورا سوف نقوم بخطوات تصعيدية لاحقة إذا قاموا بالتسويف مرة أخرى تظاهرات محاضري 2020 ربي يحفظكم إن شاء الله إحنا قضيتنا عويصة من سنة 2020 من يوم 15/2 بالتحديد صار لنا 3 سنوات نتظاهر على أمر إداري حصلنا الأمر الإداري حصلنا الكلف المالية رفعت الكلف المالية وحاليا وزارة المالية تقول لنا إحنا ما عندنا فلوس نخصص لكم أي مبالغ مالية وبنفس الوقت قرار مجلس الوزراء صار يمنع أي محاضر مجاني عمل بالعمل في أي مدرسة كانت ممنوع بعد اي محاضر مجاني يعمل باي مدرسه كانت فاحنا هسه مسرحين احنا اذا تشوفهم كلهم مو محاضرين احنا مسرحين من الخدمه زين فنتمنى من السيده طيف سامي تسوي لنا حل نتمنى تسوي لنا حل تسوي لنا مناقله تسوي لنا على الموازنه على موازنه 2023 تسوي لنا حل لان احنا تعبنا صار لنا 3 سنوات احنا متدمرين حرفيا اللي عنده عائله واللي عنده اطفال واللي خريج صار له 12 سنه و8 سنوات و7 سنوات فنتمنى تسوون لنا حل باقرب وقت. I didn't tell you.